تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء صبحكم الله بالخير، حياكم الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي. خلال البرنامج إن شاء الله بنتطرق لمواضيع طبية وصحيتهمكم وتفيدكم، ويصير استقبال استفساراتكم وداخلاتكم واقتراحاتكم على أرقام التواصل ويانا في البرنامج. قبل ما أذكركم برقام التواصل أرحب فريق العمل وياي اليوم في الإعداد يوسف سعد وفي الإخراج أيمن سرحيل، صبحكم الله بالخير جميعا. أذكركم برقام التواصل 600-55-1414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. مثل ما عودناكم برامجنا بتكون متنوعة طبية وصحية. نبتدي بأول فقراتنا وهي فقرة السوشيال ميديا وأغلب ما يدور فيها، ويانا زميلتنا أسماء الجناحي. صبحك الله بالخير أسماء. صبحك الله بالنور دكتورة، عليك على كل مستمعي إذاعة نور دبي. حياك الله ويانا في البرنامج. نحن حاليا دكتور عندنا مجموعة من الأشياء نسويها اليوم، تونا طالعين من معرض مدلاب. نعم. معرض مدلاب هو أحد المعارض الكبيرة والمؤتمرات الكبيرة اللي متخصصة في إدارة المختبرات والتشخيص، ونحن مشاركين فيها عندنا يعني منصة خاصة حق إدارة المختبرات وعلم الوراثة، وأيضا حافلة التبرع بالدم اللي تعمل بالطاقة الشمسية، يعني هي تعتبر يعني هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط اللي تشتغل بالطاقة الشمسية. ممتاز. غير هذا اليوم عندنا الساعة 11 إن شاء الله راح يكون في لقاء خاص في صحتك لايف، البرنامج الأسبوعي في قنوات التواصل الاجتماعي اللي يتيح للجمهور إنه يتواصل مع المختصين بكل ما يتعلق بالأمور الطبية والنصائح الصحية. ممتاز. نحن راح نناقش أمراض سرطان. نعم. وبيكون حلقة متخصصة معانا بتكون دكتورة داليا، يوم متخصصة في يعني يوم موجودة ويانا دكتورة داليا وهي متخصصة أو أخصائي علم الأورام مع التغذية. التغذية والأورام بيكون موجود اليوم ويانا الساعة 10 إلى الساعة 11، واللي عنده أي استفسار أي سؤال ممكن يشوف هذا اللقاء المباشر. أيضا نحن مستمرين في نشرات توعوية الموجودة بكل ما يخص فيروس كورونا الجديد على قنوات التواصل الاجتماعي موجودة عندنا. لكل المعلومات اللي محتاجينها نتمنى من الجميع أن يشوف الحسابات الرسمية وما يأخذ المعلومات من حسابات غير موثقة أو غير موثوقة. صحيح. الحسابات الرسمية كلها تحطها وزارة الصحة، هيئة الصحة، صحة بضبي، كنا قاعدين نحاول نزود الجميع بالمعلومات اللي يحتاجونها. وأول بأول كذلك أسماء وتنقل الواقع، يعني ما تنقلك أشياء، يعني في أشياء كثيرة انتشرت مثل فيديوهات وكلام وايد، يعني نحن نفضل دائما وايد مبالغ فيه. من النشرات اللي حطيناها أن رجعوا دائما للحسابات الرسمية. صحيح. فهاي في أي شيء، يعني مو بس في هذا الموضوع، في أي شيء يصير سواء وفي أي تخصص وفي أي قطاع وفي أي خبر ممكن يصير، دائما الواحد مفروض ياخذ معلوماته من مصادر الموثوقة، سواء كان صحي تعليمي شو ما كان الخبر، دائما يعني نتمنى من الجميع أن ياخذون المعلومات من مصادرهم الرسمية، لأن السوشيال ميديا يعني الكل يعرف أنه مكان تكثر فيه الإشاعات. ترى من الحسابات الرسمية كلها تحط معلومات أول بأول صحية توعوية أخبار، ارجعوا للقنوات الرسمية فهم يعني هم اللي راح يعطوكم المعلومة الصحيحة. غير هذا حين نختمها بالرسالة الصباحية اللي تقول رسالتنا اليوم تتكلم إن النجاح يأتي لمن لديهم عزيمة قوية قادرة على تحدي العقبات.
إن أردت أن تصل وتحقق النجاحات فعليك أن تكون ذو عزيمة قوية دائما، خصوصا في البداية لما أنت تبغى تغير طبع، تبغى تغير شيء، تبغى تسوي شيء، البداية دائما صعبة لأن أنت قاعد تكافح نفسك وتواجه نفسك وتضغط على نفسك، فعزيمتك هي اللي راح تساعدك انك تبدأ، ومن تبدأ وتستمر عقب الموضوع بيصير روتيني عادي. صحيح، وخاصة ان الشيء جديد، خاصة يا اسماء زيني زين ذكرتي هالشيء، خاصة ان الشيء جديد او تغيير بدايته ما تكون سهلة، اللي يبغى يوقف تدخين، اللي يبغى يغير ستايل حياته، اللي يبغى يبدأ ينش من وقت. صحيح، فكل شيء واحد يبغى يسويه اي تغيير بيحتاج في البداية طاقة قوية شوية، بعدين الموضوع يتحول إلى طبع لأنها مثل الهابت لوب يكون، يعني الواحد خلاص لما يستوي عنده هابت لوب يستوي إن هالموضوع ما في تحدي فيه. صحيح، فهالأشياء الحين دائما نقول العزيمة في البداية القوية راح تساعدك إن أنت تستمر. ودمتم بصحة وسعادة. ودمتي بصحة وسعادة اسمع الجناحي، شكرا لك. مستمعينا كانت هذه فقرتنا وفقرت السوشيال ميديا. ننتقل فقرتنا الثانية، فقرتنا الثانية هي فقرتنا التوعوية، ومثل ما تعودنا نذكر كل مرة شيء توعوي يفيدكم ويهمكم، ونحاول نتطرق لأمور ابتدت تنتشر أكثر وأكثر في مجتمعنا والناس ابتدت تهتم فيها أكثر وأكثر وتحتاج تستفيد منها كذلك وتحتاج تعرف وايد هذه الأشياء. طبعا التغذية لها دور كبير، يعني سواء له خص بصحتنا وقايم الأمراض، حتى في كثير منها تكون تحكم وعلاج للأمراض. وطبعا نركز أن نختار مواضيع تهمكم، مواضيع كذلك تهتمون فيها وكذلك عليها تساؤلات كثيرة، مو بأن أي موضوع أو لا، في أشياء معينة أو أشياء المجتمع ابتدى يهتم فيها أكثر وأكثر عشان تعمل فايدة للجميع، وكذلك الواحد يوم يستخدمها أو ياخذها وعارف كذلك أهميتها، والأهم أن تكون من مكان يعني موثوق فيه وخاصة من أخصائيين تغذية. وطبعا مواضيعنا تتنوع يوم بعد يوم بخصوص فقراتنا التوعوية، وطبعا نفس ما قلت لكم نركز على مواضيع وفقرات توعوية طبعا أنتوا تكونون مهتمين فيها وتينا تساؤلات وايد عليها. اليوم إن شاء الله فقرتنا التوعوية بنتطرق لموضوع مهم والناس ابتدت تركز على هذا الشيء. طبعا اليوم بنتكلم عن الفوائد الصحية الأوراق الكيل. الكيل ابتدى يدخل في أشياء كثيرة عندنا في وجباتنا، سواء في السلطات، في حتى حد قام يسويها مثل وجبة خفيفة أو مثل ما نسميها سناك بطريقة معينة، يعني ابتدى يدخل بكميات كبيرة وطبعا له فوائد كثيرة. وطبعا حابين نتعرف أكثر وأكثر على الفوائد الصحية الأوراق الكيل، ويانا أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة عرين الزربة. صباح الله بالخير أستاذة عرين. صباح الأنوار وصباح الخير للجميع. وصحيح زي ما تفضلتي الكيل صار دارج جدا واستهلاكه صار كتير. صحيح. والناس ما شاء الله صار عندها وعي جدا جميل بموضوع الخضروات ومن ضمنها اللي هو الكيل. طبعا أنا بحب بس أعطي فكرة بسيطة بس للناس اللي يمكن ما بيعرفوا ما هو الكيل. طبعا هو أحد أنواع الكرنب يعتبر، وتتخذ أوراقه اللون الأخضر أو الأرجواني، يعني بين هاللونين. هلأ الكيل طبعا له فوائد عديدة، من ضمنها طبعا غني بالحديد أولا، خصوصا يعالج فقر الدم، لذا هو مفيد جدا للأشخاص طبعا اللي بيعانوا من هذا المرض أو هاي المشكلة. طبعا الكيل من أهميته أكيد اللي هو الغني بالفيتامين كاف، والذي طبعا فيتامين كاف له يعني وظائف عديدة بالجسم، من ضمنها يعالج الجروح، يعني إذا حدا عنده مشاكل إنه في معالجة جروح معينة ممكن يساعده الفيتامين كاف الموجود في الكيل. وأيضا إنه غني بمضادات الأكسدة طبعا لعلاج الالتهابات، كما يعتبر مهما لوقاية من أمراض مختلفة. الإشي الجميل الموجود في الكيل وممكن الواحد يستغرب إنه كمان موجود فيه غني بالأوميجا 3، وهذا الأوميجا 3 مفيد للشريان والمفاصل والجسم وخصوصا للقلب.
ويحتوي طبعا أيضا على نسبة عالية من البوتاسيوم، وأيضا يساعد الكيل بطريقة غير مباشرة في تخفيض الكوليسترول بطريقة غير مباشرة. شو قصدنا؟ لأنه غني بالألياف، فبما أنه غني بالألياف بحسسك الإحساس بالشبع أكثر، فأنت بيساعدك على تخفيف الوزن، بيساعد على أيضا تخفيف الكوليسترول. وأيضا يحتوي على الفيتامين ألف، وهو له دور كبير وفعال في الحفاظ على النظر. وأيضا الفيتامين سي، طبعا فيتامين سي مهم جدا بتقوية المناعة، وحاليا احنا بنحتاج لتقوية مناعتنا ضد الأمراض. صحيح. اللي هلا موجودة. شغلة بسيطة بس حابة أحكيها عنها، زي ما تفضلتي الكيل ممكن يستخدم كوجبة خفيفة في الأطباق، السلطات ممكن ينضاف في أكلنا اليومي، وما عليه مخاوف إلا في حالات إذا الشخص عنده مشكلة في موضوع فيتامين معين، أو عنده يعني خلينا نقول واحد من العناصر عنده مشاكل فيها، ممكن انه طبعا يستشيرنا كأخصائي تغذية، نساعده طبعا بإعطائه الإرشادات في كمية الاستخدام الكيل. هلا طبعا الكيل يحتوي 100 جرام على الكيل المطبوخ على 28 سعرة حرارية، فهو يعتبر من المصادر القليلة في السعرات الحرارية، وهذا جدا طبعا بيساعدنا على تخفيف الوزن ومن أمراض كثيرة زي ما حكينا. صحيح، وخاصة الفيتامينات اللي فيه، يعني عدتي فيتامينات كثيرة، وحتى الحديد، يعني فيتامينات كثيرة متواجدة في الكيل. صحيح، وهي نبتة ورقية وسهولة الحصول عليها، وكذلك يعني ابتدينا نركز عليها في سلطاتنا، وحتى نفس ما ذكرت يعني في سناكات معينة أو وجبات خفيفة معينة تتسوى بالفرن، أو يعني ويكون لها نكهة وطعم خاص وحلو. أكيد صحيح بالضبط. بس نركز على نقطة مهمة جدا جدا، لأنها يعني خضرة ورقية، فنحتاج نغسلها عدل ونتأكد من نظافتها وخلوها كذلك من الأتربة ومن أي يعني حشرات أو أي شيء تكون فيها، فيعني نركز على هذه النقطة. صحيح أكيد. أستاذ عرين، كلمة أخيرة توجهينها المستمعين الكرام. طبعا احنا دائما رسالتنا كأخصائيين تغذية في هيئة الصحة في دبي، أهم إشي مجتمع صحي وسعيد، وطبعا بهمنا طبعا التنوع بالخضروات والفواكه، وما نركز على إشي معين عساس ما نزهق منه. صحيح. وزائد على ذلك الرياضة مهمة جدا، ممارسة الرياضة اليومية لمدة 30 دقيقة في اليوم يكون إشي يساعد على الوقاية من كثير من الأمراض في المستقبل. زائد على ذلك شرب الماء بانتظام على القليلة من 2 ل 3 لتر يوميا يساعد أيضا على تجنب الجفاف وأمراض طبعا وقائية، خلينا نقول، من هاي المشاكل اللي هلأ بنواجهها في المجتمع. صحيح. أستاذ عرين الزربة، اختصاصية التغذية في هيئة الصحة بدبي، شكرا لك. يعطيكم العافية. شكرا. يعطيك العافية. مستمعينا، كانت هذه فقرتنا التوعوية، وتحدثنا عن الفوائد الصحية لأوراق الكيل. طالعين فاصل إن شاء الله وراجعين لكم، خلكم ويانا. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل 6005514114، والرسائل النصية على 4006. حياكم الله ويانا. فقرتنا الحين بنتكلم عن اعتلال الدهون، ويانا الدكتور مهدي العبودي، أخصائي طب الأسرة في هيئة الصحة بدبي. صباحك الله بالخير دكتور مهدي. صباح النور، يا أهلا وسهلا. هلا دكتور. دكتور، طبعا موضوعنا اليوم جدا مهم، وطبعا الناس وايد قامت تركز من ناحية اعتلال الدهون، نسبة الكوليسترول عندهم، نسبة الدهون كذلك الموجودة في جسمهم، فحابين نتكلم أكثر عن الأسباب المؤدية لتراكم الدهون في الجسم. أولا شكرا لاستضافتي في البرنامج. وصح، حاليا في الأيام الأخيرة صار تركيز كبير على موضوع اعتلال الدهون وهذا، والناس المراجعين صار عندهم مثل ما نقول شوية معلومات أفضل وخبرة أفضل في الموضوع، فهم قاموا يحضرون العيادة، هم أحيانا يعطون محاضرات للطبيب نفسه يقول لك الدكتور لكن الكوليسترول لكن كذا وكذا، فكتوعية سبي يعرفون متى هم مفروض يبدؤون على هالفحوصات، شو الأشياء اللي ممكن يسوونها. كتعريف الكوليسترول، أولا الكوليسترول نفسه هي مادة موجودة في الجسم في الدم،
وهي تدخل في تركيب أشياء كثيرة، مركبات كثيرة في الجسم، منها جدار الخلية، منها الهرمونات، منها بعض المواد الأخرى. وهذا وجودها مهم جدا، مش خطيرة على الجسم، لكن إذا هي ارتفعت عن مستوى معين فممكن تؤدي إلى بعض المشاكل الصحية والأمراض. نعم. زين، كيف ترتفع هذه الأمور؟ الكوليسترول نفسه هو ناتج من الجسم نفسه، الجزئية الأكبر الجسم ينتج الكوليسترول من الخلايا نفسها، كل خلية في الجسم تنتج الكوليسترول، الكبد ينتج الكوليسترول، الخلايا اللي في الجسم تنتج الكوليسترول. شو اللي يصير؟ أحيانا ممكن الخلايا يزيد إنتاجها للكوليسترول نتيجة خلل جيني أو خلل وراثي، وفي بعض الأحيان نتيجة أنه الشخص يأكل أكلات فيها نسبة كوليسترول كثيرة، فتصير الكوليسترول يقوم يتراكم في الجسم إضافة للكوليسترول الموجود. الهدف من وشو العواقب اللي ممكن تصير من هالموضوع؟ انه تصير مثلا بعض المشاكل في جدار الاوعيه الدمويه، صحيح، وممكن تصير مشاكل ثانيه ممكن في الجلد والبشره، وهذا نتيجه ارتفاع الكوليسترول. صحيح. فالهدف نحن من العلاج انه هو تقليل هاي المضاعفات بطرق مختلفه، مش دائما نحن نلجا الى الادويه وكذا، فنحن نبدا نحاول نبدا بشكل تدريجي في هالموضوع. صحيح، ممتاز دكتور. طبعا في أنواع معينة للدهون يعني اللي تكون عندنا في جسمنا، ويعني أكيد إذا يعني إذا يخطر على بالنا إذا في أنواع في شيء ضار وفي شيء مفيد ولا لا، لأن معظم الأحيان يمكن تلاحظ يعني في عياداتنا المرضى يجون يسألونك عن الكوليسترول عموما، بس مرات يسألونك أي واحد فيهم الضار وهاي الاستفسارات، وأي واحد فيهم المفيد للجسم، فحابين نتعرف أكثر عن هالموضوع. طبعا بدون الدخول إلى الحيثيات العلمية المعقدة في الموضوع، صحيح، الكوليسترول عادة هو جزء من أنواع الدهون الموجودة في الجسم. نعم. الجسم فيه نوع كذا نوع دهون، أهم نوعين هم الكوليسترول نفسه نعم. والدهون الثلاثية، هم اثنين تركيبتهم مختلفة، وظائفهم مختلفة، والأشكال تقول الكيميائية لهم تركيب الكيميائي مختلفة. الكوليسترول نفسه يتكون من عدة أنواع حسب حجم حجم تركيبة الكوليسترول نفسه، في عدة أحجام، فحسب الحجم عندنا نحن أشياء تتراوح من الكايلومكرون نفسه إلى الفي ال دي ال، ال دي ال والاتش دي ال. الحين شو أهمية إن احنا نعرف هاي التركيبة المختلفة؟ كل تركيبة من تركيبات الكوليسترول لها وظيفة. ال LDL هو ينقل الكوليسترول من الكبد اللي ينتج الكبد ويوصله إلى الخلايا وإلى الأعضاء الأخرى للاستعمال. زين. وال HDL اللي هو النوع الثاني، إنهم هذيل أهم نوعين من الكوليسترول. ال HDL يعمل العمل بالعكس، يقوم ياخذ الدهون اللي هي اللي احنا نسميه اللي هي الليبوبروتين، اللي هو الدهون البروتين دائما في البروتينات اللي موجودة في الجسم، تنقلها من خلايا. الأعضاء ومن الخلايا ومن الأوعية الدموية إلى الكبد مرة ثانية. الحين شو اللي يصير؟ إذا ال LDL ارتفع معناته انه هو في صار عندنا كميه زياده من الكوليسترول قاعده تنتقل من الكبد الى الاطراف، خلايا الى الخلايا، الى الاعضاء، الى الاوعيه الدمويه. نعم. زين، ال LDL نفسه اللي يسمونه الكوليسترول الضار، انا في اعتقادي انه شيء مظلوم هو من ناحيه، لانه هو قاعد يؤدي وظيفه، هو صحيح، له وله وظيفه، لكن سموه ضار لانه ارتفاعه في الجسم قاعد يسبب مشاكل. وال HDL قاموا يسمونه الزين، الحين هذا بعد يعني مو نقول يعني مسك هذا الريال طيب بعد، لان حتى ارتفاع ال اتش دي ال نفسه قد يسبب الامراض، لكن نتيجه الوظيفه. فنحن نحاول نقول اوكي، ال ال دي ال الكوليسترول اللي ممكن ارتفاع يسبب مشاكل، وال اتش دي ال اللي موجوده بكميات معينه مفيد. الحين ننتقل الى النوع الثاني اللي هو الدهون الثلاثيه. نعم. الدهون الثلاثيه هذه نتيجه تنتج من الكبد ايضا، بس نعم، ارتفاعه مرتبط بارتفاع نسبة السكريات في الجسم وليست الدهون. فمعناته إذا الشخص يأكل دهون كثيرة، الدهون الثلاثية مفروض ما تتأثر، معناته ارتفاع الدهون الثلاثية مرتبط إذا الشخص يأكل سكريات وإذا يأكل نشويات بشكل أكبر. وهذا نعم. فمهم جدا لما الشخص يراجع الطبيب، الطبيب يقول حق الطبيب أبغي أعمل فحص الدهون. نعم. فحص الدهون بيتكون اولا الكوليسترول الكامل اللي هو التوتال كوليسترول، هذا عباره عن يحسب كل الكوليسترول من ال دي ال، الاتش دي ال، في ال دي ال، والمايكرونز كلها يحسبها يعطيك رقم معين. نعم. بعدين يجي لل دي ال نفسه يعطينا رقم ال دي ال ويعطينا رقم الاتش دي ال،
بعدين في فقرة ثانية أحيانا بعض المختبرات تذكرها، بعض الفقرات ما تذكرها، اللي هي النون اتش دي ال، اللي هي الكوليسترول الكامل ناقص الاتش دي ال نفسه، لأنه هو نفسه النون اتش دي ال قد يكون يعني يعطينا فكرة هل في مشكلة صحية ولا لا. صحيح. إضافة لهذا الدهون الثلاثية مهم جدا بعد نذكرها، لأن فيه له دور في مشاكل الأوعية الدموية والأشياء الأمراض هذا. نعم. دكتور مهدي، طبعا أكثر شيء يمكن يخوفنا أو يخوف المرضى كذلك من ارتفاع في نسبة الدهون في الجسم، ارتباطها بأمراض مزمنة مثل أمراض السكري، أمراض القلب، أمراض الضغط، وطبعا عارفين مضاعفات هذه الأمراض، فحابين نتكلم أكثر عن علاقة ارتفاع نسبة الدهون بهذه الأمراض المزمنة. الـ LDL نفس الكوليسترول، الأمراض المزمنة كالضغط والسكر ما عندها ارتباط أن هي ما ترفع الكوليسترول نفسه، لكن تكون كمتلازمة، تكون بشكل واحد. معناته إذا الشخص عنده سكر معناته تغذيته سيئة، معناته عنده مشاكل صحية أخرى، فبهذه الطريقة الكوليسترول يرتفع عنده بنفس الوقت. وهذا ممكن الشخص ما عنده ضغط، ممكن الشخص ما عنده سكر، لكن الكوليسترول عنده مرتفع. هذا بعد ما معناته انه هو مثلا ما يحتاج متابعه وكذا، لكن لازم ننظر للامور الاخرى. صحيح. اما الدهون الثلاثيه ارتفاعها فمرتبط في ارتباط وثيق مع ارتفاع ضغط الدم مع السكري. فالشخص اللي عنده سكري عاده بتحصلون ان الدهون الثلاثيه عنده مرتفعه دائما. وهذا زين، شو أهمية ارتفاع الكوليسترول وأهمية ارتفاع الدهون الثلاثية في الشخص اللي عنده ضغط والسكر؟ إذا الشخص المصاب بالضغط بالسكر، الناس اللي مثلا مدخنين، الناس اللي مثلا عندهم حياة مثلا ما عندهم أي نشاطات، ما يمارسون أي رياضة، إذا عندهم مثلا ناس في العائلة عندهم مشاكل صحية في الأوعية الدموية ضغط والسكر، لازم نحن ننظر لموضوع الدهون الكوليسترول، لأن هذه يزيد من خطورة الإصابة بأمراض الأوعية الدموية والقلب، وممكن تسبب إلى مثلا الجلطات وما إلى ذلك. وهذا صحيح، وتزيد المضاعفات أكثر. نعم. دكتور، طبعا احنا تكلمنا عن أنواع الدهون وكذلك علاقتها بالأمراض المزمنة، حابين نتكلم أكثر عن كيف يمكن الواحد يتفادى المخاطر والمضاعفات الناجمة من اعتلال الدهون أو ارتفاع نسبتها. في نحن اللي هو الفحوصات الدورية. نعم. أولا، وهيئة الصحة قائمة بالدور بشكل عام إن هي قاعدة تقدم هذه الخدمات لكل سكان الدولة بشكل عام. صحيح. يعني بدون استثناء. لكن نحن لازم نعرف منو الأشخاص اللي هم مفروض يعملون الفحوصات هذه. نعم. الفحوصات الدورية، أو لما نحن نشوف الفحوصات الدورية ننظر إلى نحن إلى التعليمات، أو نحن نسميه الجايدلاينز، انترناشونال جايدلاينز عالمية، شو النصائح من الأشخاص اللي ممكن يعملون الفحوصات. ننظر إلى العوامل الأخرى، إذا الشخص مصاب بالضغط مثلا، والشخص عنده سكري، أو شخص مدخن، أو شخص ما يمارس أي رياضة، أو شخص عنده حد في العائلة أقل من 55 سنة وقد أصيب مثلا بأحد أمراض القلب أو الأوعية الدموية. نعم. والشخص هذا عمره بين 25 سنة والثلاثين سنة، فنحن ممكن نبدأ فحوصات دورية بالنسبة له. نعم. إذا الشخص ما عنده أي عامل من هاي العوامل بشكل عام، فهذا نحن ممكن نأخر الفحص إلى تقريبا 35 سنة، فما بعد 35 سنة نقدر نبدأ معه. لازم ننظر بعد إلى موضوع هل هو مثلا رجال، نحن نبدا الفحوصات عندهم وقت ابكر من النساء، لان الدراسات بينت ان الرجال معرضين للاصابات للكوليسترول كذا بشكل اكبر. فبالنسبه للرجال نحن قلنا 25 30 سنه. نعم. بالنساء بين 30 35 سنه في وجود العوامل الاخرى. نعم. اذا ما في اي عوامل والشخص يمارس الرياضه وطعامه صحي وما عنده امراض صحيه ثانيه ومشاكل وكذا، ففي الرجال من بعد ال 35 وبالنساء من بعد ال 45 سنه. وهذا حين السؤال، عملنا فحص. نعم. وشفنا ان النتائج طبيعيه، متى نحن نعيد الفحص بالنسبه للشخص؟ صحيح. هل نعيده بعد 3 شهور، 6 شهور، 10 شهور، سنه؟ حسب الدراسات الشخص اللي ما عنده اي مشاكل صحيه ونتائج الفحوصات طبيعيه يعيد الفحص كل 5 سنوات. كل 5 سنين. كل 5 سنين. اذا الشخص
عنده حد في العائلة وعنده مشاكل صحية مثل ما ذكرنا، ونتائج الفحوصات كانت طبيعية كل 3 سنين. الحين إذا لسبب أو لآخر كانت النتائج يعني نقول ها في كوليسترول مرتفع، دهون الثلاثية مرتفعة، هي حدها يحدد الطبيب مدى الخطورة، وهل يحتاج يتابع كل 6 شهور سنة، كل ثلاث مثلا كل 3 شهور. هنا نحن نروح الى اللي هو المخاطر الاصابه بالامراض الاوعيه الدمويه اللي هو الكارديوفاسكولار ريسك اسسمنت. هنا نحن نعمل في جدول حسابي الطبيب يدخل عليه اللي هو عن طريق منظمه الصحه العالميه ويحددنا درجه الخطوره. فاذا كانت مثلا درجه الخطوره بين اقل من 10% فالشخص هذا ممكن يعيد الفحوصات يعني تقريبا مثلا كل سنة. نعم. إذا كانت الخطورة بين 10 إلى 20% هاي نعيد الفحوصات كل 6 إلى 12 شهر. هاي نقطة جدا مهمة ذكرتها دكتور، يعني في ناس تيك تطلب الفحوصات كل 3 شهور كل شهر. كل 3 شهور ما في أي دراسة يعني تثبت أن في أي فائدة، وما في فائدة يعني ليش أعرض نفسي أني أسوي هاي الفحوصات، أحط نفسي تحت يعني مثل قلق أن شو بتطلع شو ما بتطلع. هو أولا هو القلق مثل ما قلتي كل 3 شهور إبرة فحص دم فحص دم. بعدين هذا يعتبر مثلا تكلفة صحيح. على الـ على الـ على الهيئة بشكل عام، وهذا أن كل 3 شهور تعيد الفحوصات والشخص ما يحتاج الفحوصات صحيح. هذه دكتور داهمنا الوقت ما في يعني إشكال. والموضوع جدا مهم، ان شاء الله بنتطرق له اكثر واكثر. كلمه اخيره توجهها دكتور مهدي للمستمعين خلال البرنامج. اولا لما تحضرون العياده وتطلبون فحوصات الكوليسترول وهذا، والطبيب نصحكم تاخذون، قعدوا اولا حاولوا تناقشون مع الطبيب، شوفون شو الفوائد اللي اخذ العلاج. نعم. شو المخاطر أخذ العلاج، ممكن مضاعفات ممكن تنتج عنه، شو درجة الخطورة. نعم. فالطبيب عاد لازم يشرح لكم وتكون يكون اتفاق بينكم وبين الطبيب أنه ممكن في هالفترة ممكن أنا أخذ مثلا أغير في بعض الأساليب الحياة، الأكل، الرياضة، إيقاف التدخين، معالجة السكر، ممكن هالأمور تفي بالغرض. أما إذا الطبيب نصح قال لا حسب التعليمات تحتاج تأخذ العلاج، فيكون أفضل تأخذ العلاج وتلتزم بالعلاج، ما بنا واحد يأخذه وبعدين بعد يومين يقول لا تعبت مليت منه. وهذا صحيح، وهاي نقطة جدا مهمة. على الأقل الواحد يعرف أساسيات بداية حتى العلاج، شو العلاج اللي يحتاجه أكيد ويستمر أكيد. عليه عشان في النهاية عشان صحته وسلامته. الله يسلم. دكتور مهدي العبودي أخصائي طب الأسرة في هيئة الصحة بدبي، شكرا لك. عفوا عفوا، أهلا وسهلا. مستمعينا كانت هذه فقرتنا بخصوص اعتلال الدهون، وكانوا يانا الدكتور مهدي العبودي أخصائي طب الأسرة في هيئة الصحة بدبي. طالعين فاصل إن شاء الله وراجعين لكم، خليكم ويانا. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء حياكم الله ويانا مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل 600-551-414 ورسالة نصية على 4006. حياكم الله. جتنا رسالة نصية تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل ممكن التخلص من الكوليسترول من الجسم نهائيا؟ نفس ما ذكر الدكتور مهدي في كذا طريقة، ويعتمد على بالنسبة لي نسبة الكوليسترول عندنا في الجسم. إذا كانت النسبة كثيرة، النسبة تحتاج أدوية، ولا النسبة تحتاج تغيير في نمط الحياة. تغيير نمط الحياة له دور وايد كبير، بس ما بأني أنا غيرت نمط الحياة يعني بالقصد منه أن أهتم بغذائي وكذلك ممارسة الرياضة بشكل نقولها دوري، يعني حتى لو ما كان يومي بس أني على الأقل 3-4 مرات في الأسبوع أنا أمارس رياضة معينة وأهتم كثير بالأكل اللي أخذه. لا هذا دور كبير. في ناس معينة بالنسبة لتغيير نمط الحياة ما بينزلهم الكوليسترول المعدلات الطبيعية، فيحتاجون يستخدمون أدوية معينة تخفض لهم الكوليسترول. إذا استخدمنا فرضا الأشخاص مع نمط الحياة
انتظم عندهم الكوليسترول او نسبته انتظم، مب ان خلاص من انتظم الكوليسترول ارجع لنمط حياتي السابق وهدي الرياضة، لا بيرجع ترى يرتفع لان الشخص عنده قابلية في ارتفاع هذه النسب. كذلك بالنسبة للأدوية، مب بس الأدوية، يعني اذا ابتديت الأدوية كذلك احتاج ان نمط حياتي يكون صحي ويعني وامارس الرياضة بشكل دوري، لان مب فقط الدواء وكذلك ذلك نمط الحياة، ما بأني أستخدم الأدوية وأكلي بعده نفس الشيء، أهتم بالأشياء الدسمة أو أكل أشياء دسمة وما أمارس الرياضة، بالعكس يعني حتى نسبة الدواء ترى بتكون أقل، ما بتكون نسبة الدواء يعني عندنا نسب معينة للدواء أو جرعات معينة، فكل ما ضبطنا أكلنا ونمط حياتنا ويعني مارسنا الرياضة بشكل منتظم بتلاحظون حتى الأدوية اللي ناخذها بتكون نسبتها قليلة خصوصا بالنسبة لي الكوليسترول. ننتقل مستمعينا لفقرتنا الثانية وبنتكلم أكثر عن أهمية الفحوصات الدورية. ويانا الدكتور وليد الفيصل استشاري طب الصحة العامة بهيئة الصحة بدبي. صباحك الله بالخير دكتور وليد. يا صباح النور، أهلا دكتورة ندى. حياك الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. تسلمي. الله يسلمك. وياك اليوم دكتور عاش البسطي. أهلاً دكتور، حابين نتعرف أكثر عن مفهوم الفحوصات الدورية. نعم، الفحوص الدورية هي عبارة عن فحوصات طبية تجرى لطلبة المدارس بصفة دورية، يعني بفواصل زمنية محددة. نعم. وتقود لاكتشاف الحالات المرضية في الوقت الملائم، وبالتالي التصدي لها وتدبيرها من أجل أنه لا تحصل مضاعفاتها. المضاعفات هي ممكن تكون على الصعيد الصحي والاجتماعي والتعليمي. نعم. بالنسبة للصحة ممكن إحنا تحصل مضاعفات شديدة صحية. نعم. نتيجة الأمراض اللي لا تكتشف بصورة مبكرة، والحياة الاجتماعية تتأثر فيها بصورة أو بأخرى، وكذلك التحصيل التعليمي ممكن يتأثر. بتاعي في حال إحنا أجرينا الفحوصات الدورية واكتشفنا الحالات بصفة مبكرة وعالجناها، منكون وفرنا كثير على الطالب وعلى حسننا حياته ونوعية حياته ويعني تحصيله العلمي بصفة ممتازة. ممتاز دكتور، في أي أعمار يتطلب إجراء هذه الفحوصات الطبية اللي هي الدورية؟ طبعاً قبل أن يدخل الطفل المدرسة يجب أنه يعمل فحص بدئي. نعم. وبعدين بصفة عامة دوليا ينصح أنه تجرى الفحوصات كل 3 سنوات. وعندنا في هيئة الصحة بدبي احنا بننفذ هالمسألة بأنه نعمل الفحص عند دخول المدرسة وبالصف الخامس وبالصف التاسع وعند مغادرة المدرسة من أجل يعني تنفيذ الفحص النهائي اللي ممكن يحتاجه قبل دخوله للجامعة. نعم ممتاز دكتور، في فحوصات أكيد لها علاقة حتى بعمر الطالب ومشاكله الصحية، فحابين نتعرف أكثر عن أهمية أهم الفحوصات الدورية اللي يتم إجراءها لطلبة المدارس. طبعا بصفة عامة ممكن احنا نقول انه بصفة دورية يجب إجراء الفحص الكامل للجسم. نعم. وبالتالي أي جهاز من أجهزة الجسم موجود فيه مشكلة صحية الطبيب ممكن يكتشفها، وبصفة خاصة احنا ممكن ننظر لبعض المشكلات اللي ممكن تكون موجودة ومنتشرة في المدارس ولطلبة المدارس في أعمار السن المدرسية، مثل القدرة البصرية. نعم. القدرة البصرية مهمة بشكل كثير كبير لأنه ممكن الطالب يعاني منها بشكل صامت ولا تكتشف إلا بعد فوات الأوان، ويكون أثرت على حياته الصحية والتعليمية والاجتماعية للطالب. صحيح. ممكن يكون قاعد هو في مكان بعيد بالصف ما عم يشوف، وبنفس الوقت ما عم يذكر معاناته. يعني الطلبة بتعرفي دكتورة عاشة أنه يعني ممكن يستحوا، ممكن يترددوا، ممكن ما يلاقوا الجرأة المناسبة أنه يتكلموا عن المعاناة. صحيح. وبالتالي وظيفتنا احنا كبرنامج صحي انه نقوم بهالدور ونكتشف اذا كانت قدرته البصريه سليمه او لا، وفي حال اكتشفنا اي مشكله
ممكن احنا نلجأ لمعالجتها، لتزويده بالنظارات المناسبة، لإحالته للمركز الصحي المناسب للحصول على الرعاية الصحية المناسبة وهكذا. أيضا من المشكلات أيضا السمع، في بعض الطلبة ممكن يعانوا من مشكلة سمعية وبالتالي ما عم يسمع توجيهات المعلم. صحيح. إذا اكتشفناها بصورة مبكرة ممكن نقدم خدمات صحية، منها معينات السمع، معالجة المشكلة السمعية اللي هي موجودة، وبالتالي نرجعه لحياته الطبيعية ولتحصيله العلمي السليم. وكذلك أيضا من ضمن الأشياء اللي تجرى في المدارس هي فحوصات الأسنان. الأسنان بمنتهى الأهمية، فحصها بالنسبة للطالب وتعليمه كيف العناية فيها والوقاية من مشاكل الفم والأسنان في حياته المدرسية. صحيح. أيضا كذلك عندنا كتلة الجسم، بكثير من الأحيان في مرحلة المراهقة تتطور حالة زيادة الوزن عند الطلبة، نعم. وبالتالي ممكن بدون أن يشعر يصير مصاب بالسمنة، وبعدين يصير صعب كثير أنه معالجتها و يعني مساعدته على إنقاص وزنه. صحيح. بينما إذا راقبناه بصورة مستمرة ونعرف في أي لحظة ممكن يكون صار عنده زيادة وزن، بمرحلة زيادة الوزن إحنا ممكن نعطيه نصائح معينة يقدر يستفيد منها ويسيطر على وزنه. بينما إذا صارت السمنة وبعدين اتطورت للسمنة المرضية بتصير مسألة معقدة وصعب كثير يعني التعامل معها. صحيح. وفي السنين البداية، يعني في السنين الأطفال، يعني سهل التحكم كذلك فيها وإنزال الوزن بطريقة أسهل، صحيح. والواحد يتعود على نمط. سبحان الله، ينتبه الطالب من يوم هو صغير على يعني الأشياء الصحية وكذلك الأشياء التوعوية أكثر وأكثر ويتعود عليها. طبعا وكذلك يعني العادات الصحية ونمط الحياة الصحية اللي كنت عم تتكلمي عنه دكتورة عائشة، نعم. يعني إذا تمكنا من غرس السلوكيات الصحية السليمة لدى الأطفال في المدارس الصراحة بتقدر تستمر معنا لمرحلة الكبر. إذا ممتاز. تعاملنا مع الكبار يمكن صحيح. صعب كثير نأثر على عاداتهم الصحية، بينما الأطفال اليوم في السن المدرسية متواعين كثير ومتعاونين وممكن يتقبلوا الأفكار والسلوكيات الصحية السليمة بصورة جيدة ويحولوها لممارسات بعدين بحياتهم. ممتاز. دكتور، انت طرقت الموضوع فحوصات الدوري للنظر وكذلك للسمع وكذلك لبنية الجسم أو كتلة الجسم. بالنسبة للفحوصات المخبرية مثل فحص نسبة الهيموغلوبين أو الصورة الشاملة للدم، يعني تلجؤون لهذه الفحوصات كذلك ولا فقط الفحوصات اللي ذكرتها؟ بصورة عامة ببرنامج الصحة المدرسية يعني يمكن من أهم الأشياء اللي ينصح فيها هي فحص الحديد، نعم. لأنه من الأمراض اللي ممكن يصابوا فيها طلبة المدارس فقر الدم بعوز الحديد. نعم. بس بصورة عامة إحنا يعني ما عم نعمل الفحص في برنامجنا، لكن ينصح فيه بأنه ينعمل بشكل أنه نعمل وقاية من فقر الدم بعوز الحديد، لأنه ممكن يؤدي لنقص الحديد في الدم وبالتالي نقص الهيموغلوبين وفقر الدم اللي ممكن يتطور بمراحل متقدمة ليؤدي لمشاكل صحية كثير كبيرة احنا بغنى عنها. صحيح. فإذا يعني اكتشفناه بمراحل مبكرة ممكن السيطرة عليه بسهولة بالأمور الغذائية بدون الاحتياج لأدوية. نعم. دكتور، شو أهمية وعي أفراد المجتمع بمثل هذه الفحوصات اللي تقدمونها لطلبة المدارس؟ طبعا يمكن احنا هلا اهم الفئات اللي بتهمنا هي الاباء، نعم. ففي حال اذا كانوا الاباء والامهات طبعا، نعم. ففي حال اذا كانوا واعيين باهميه الفحوصات ممكن يتساعدوا مع المدرسه ويسهلوا هالعمليه، نعم. يدركوا اهميتها. مثلا اذا في حال مثلا تم اكتشاف ضعف في القدره البصريه وأعطي الطفل نموذج للإحالة، نعم. يتابعوا إحالة الطفل للمراكز الصحية المختصة وتزويده بالرعاية الصحية اللازمة. ممتاز. إذا ما كانوا مقدرين لأهمية المسألة ممكن ما يتعاونوا. صحيح. كثير من الأحيان إحنا بنصادف مشكلة في المدارس إنه نعطيهم نموذج الإحالة ما بيرجعوا لنا
نموذج الإحالة. إحنا بنطلب من الآباء وبشكل خاص إذا حصلوا على نموذج إحالة يحاولوا يحصلوا على الرعاية الصحية ويزودوا المدرسة بالنتيجة، ممتاز. حصول الطاقم الصحي في المدرسة على نتيجة الفحص اللي تم هو بيساعدهم على تقديم الرعاية الصحية داخل المدرسة. كثير من الأحيان الطبيب الأسرة أو طبيب الرعاية الصحية، مثلا طبيب العيون، ممكن يعطي تعليمات لازم تنفيذها في المدرسة، صحيح. وبالتالي إذا ما صار وعي عند أفراد المجتمع، تواصل بين أفراد المجتمع والمدرسة، ما بيصير استكمال لعناصر تقديم الرعاية الصحية واللي هي ما يحتاجه الطفل أثناء وجوده في المدرسة. نعم، ممتاز. الدكتور وليد الفيصل، استشاري طب الصحة العامة بهيئة الصحة بدبي، شكرا لك. شكرا شكرا دكتورة عائشة، ويعطيكي ألف عافية. يعطيك العافية دكتور وليد. مستمعينا، كانت هذه فقرتنا بخصوص أهمية الفحوصات الدورية وبالأخص لطلبة المدارس، وكان يانا الدكتور وليد الفيصل. جتنا رسالة نصية. السلام عليكم، أنا أعاني من كوليسترول من سنة وشوي، وتعبت من كثر ما أخذ أدوية، ووقفت الرياضة، ولازم أرجع أمارس رياضة، بس أحس أني بخير ولله الحمد، وأحس بألم بسيط عند الصدر والله العالم. بداية، بالنسبة لي الكوليسترول ترى ما في أعراض معينة للكوليسترول، ما أقدر أقول أنا ما وقفت الدواء وما أحس أني يعني أحس بأي أعراض. الكوليسترول من الأمراض اللي ما لها أعراض معينة، بس تطلع الأعراض إذا مثل ما نقول مضاعفات للمرض أكثر من أن المرض. بالنسبة للكوليسترول، من بالنسبة للشخص اللي بعث رسالة، يفضل أنك تجري فحوصات مرة ثانية، نعيد فحص الكوليسترول مرة ثانية، نشوف نسبته كم وصلت. بالنسبة لي ممارسة الرياضة لا تأخذها كشيء لازم أرجع أمارس رياضة، خذها كمتعة أكثر من أنها لازم أمارسها، لأن أول ما إجلس أقولها بطريقة الأمر أنا ببتعد عنها، فأخذها بطريقة أني أمارسها بطريقة عفوية وأن شيء يومي. بالنسبة للأدوية كذلك، إذا احتجت أخذ أدوية مع نفس ما قلت لكم، مع الانتظام بالأكل الصحي والرياضة أو المشي حتى، أقدر جرعة الدواء تتقلل حتى وياه، لأن شيئين لهم نفس الدور ودورهم كبير كذلك. مستمعينا، هذه كانت فقرتنا، حلقتنا لليوم من برنامج صحة وسعادة. نلقاكم إن شاء الله باكر على نفس التوقيت الساعة 10 الصبح. أشكى فريق العمل وياي اليوم في الإعداد يوسف سعد، في الإخراج أيمن سرحيل، ومحدثتكم الدكتورة عاشة البسطي. دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.